وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من فرنسا دكتور مجيد بودن الخبير في الاقتصاد الدولي. ضيفي الكريم، يعني تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تلقي بظلالها على العديد من الجوانب. تحدثنا منذ قليل عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، والآن نتحدث عن أزمة في الغذاء ربما تهدد العالم وتدفع العديد إلى حافة المجاعة. كيف ترى هذه الخيوط المترابطة والحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة؟ تفضل. يعني هذه الأزمة كانت نتيجة حتمية لغزو روسي لأوكرانيا، ولكن كذلك تشير أن الاقتصاد العالمي كان هشا، كان الارتباط كبير جدا ولم يأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمات، وخاصة الحرب التي كانت غير متوقعة، لأن أوروبا كانت لما تحدث حروب في مناطق أخرى لا تؤثر على تزويدات العالم، ولكن لما حصلت في أوروبا وتغيرت الخارطة الجيوستراتيجية في العالم تأكدنا أن التبعية الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة وفي مجال التغذية هي مسألة مهمة يجب الآن تداركها. لكن هناك في هذا التدارك طريقتين فيها المسألة الآنية. المسألة الآنية يجب العالم العمل على إيجاد مصادر طاقة جديدة، وخاصة مصادر طاقة آنية يمكن أن نزيد من إنتاج الطاقة بشكل سريع حتى نغطي الاحتياجات، وخاصة الاحتياجات التي ستحدث في الشتاء القادم في القطب الشمالي أي في أوروبا. ومن هنا يجب الإمكانية، وإن ارتفعت الأسعار يجب الإمكانية على الحصول على النفط والغاز من الشرق الأوسط وخاصة ومن أفريقيا، وهنا مصر ستلعب دورا مهما جدا لأن لها إمكانيات يعني إمدادات في الغاز كبيرة، وأوروبا الآن تنظر إلى مصر كشريك أساسي في هذه العملية، وستمد مصر يدها لأوروبا خاصة. من ناحية الغذاء هناك إمكانية أن تكون مجاعة كبيرة جدا، ومؤشرات بلومبرغ أمس تقول أن يمكن أن تحدث مجاعات كبيرة في عدة بلدان في البحر المتوسط وفي إفريقيا وفي الشرق الأوسط، ويمكن أن تحدث مشاكل، ويجب العالم العمل بسرعة على إيجاد هذه الموارد الغذائية، ويجب الآن الطلب الكبير من روسيا أن تفتح مجال الملاحة في البحر الأسود وتترك القمح الروسي والقمح الأوكراني. القمح الروسي ليس فيه مشكلة، ولكن خاصة القمح الأوكراني بيسبب هذا الجزء المتبقي لكي لا تحدث كارثة ومجاعة تذهب ضحيتها يعني الناس الذي ليست لهم إمكانيات. لكن على المدى المتوسط والبعيد، وخاصة على المدى المتوسط، يجب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاديات، وخاصة الاقتصاديات الضعيفة، بأن تعمل على أن تكون لها مصادر تغذية محلية. يجب العمل الآن إلى الرجوع إلى ما كنا عليه في السابق، أن إفريقيا هي مصدر موارد تغذية كبيرة جدا، ويمكن أن تكون هي مخزن، كانت مخزن أوروبا في وقت قديم، لكن يجب الرجوع إلى ذلك. وكذلك إذا تحدثنا عن مصر بالذات، إن هناك إمكانيات كبيرة في يعني خاصة مع النيل، بأن يكون هناك استثمارات كبيرة زراعية في مصر، لكي أولا تتمكن من تسديد حاجياتها المحلية ثم التصدير إلى مناطق أخرى في إفريقيا. نعم، يعني التخلي قدر الإمكان دكتور مجيد عن التبعية الاقتصادية كما أشرت. دكتور مجيد بودن كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك.